لمستقبل مضمون، اخترت التعليم التقني. هنا نربط التعليم الأكاديمي بالخبرة التقنية عشان أكون متأكدة إن هذا هو المجال اللي بدي أدرسه، ويكون مجال العمل المهني بعد التخرج. والتعليم بالجامعة ما كان بيقتصر على التعليم التقني بس من أجل الدراية بالتقنيات، بل كان بيعتمد بالأساس على تدريس كيفية الوصول لأعلى جودة من خلال التعامل مع التقنيات. خضوري ليست مجرد جامعة، بل جامعة الدولة الفلسطينية.